أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. لازلنا نتكلم عن الحج وشرائط وجوب الحج وفي الاستطاعة. كلامنا في القرض فعلا، والمسألة تقول لو لم يكن في يده مبلغ يفي للحج لكنه يطلب أحدا بمقدار ذلك وقد حل وقت أدائه، وجب عليه مطالبته إن كان حسن الآداء وصرفه في الحج. الكلام في الدين يعني أن الإنسان لو كان له دين، يعني يطلب شخصا دينا، تارة هذا الشخص المديون يكون حسن الآداء، وبهذا بمقدار ذلك الدين يستطيع، يعني تتوفر لديه الاستطاعة المالية للذهاب إلى الحج. فإذا كان هذا الشخص المديون حسن الآداء فيجب عليه أن يطالبه بالدين ويأخذ هذا الدين الأموال ويصرفها في الحج. وتارة أخرى لا يكون هذا الشخص المديون حسن الآداء، يعني بمعنى أنه لو طالبه لا يعطي الأموال، يعني لا يسدد الدين، فتارة يكون قد حل وقت الدين، فكما قلنا يجب على هذا الإنسان أن يطالب ذلك المديون بأداء دينه ويصرف ذلك المبلغ في الحج، يجب عليه صرفه في الحج. وتارة لم يحل الوقت، يعني الدين مثلا في بداية شهر شوال وهو يريد أن يطالبه مثلا في شهر رمضان، هنا طبعا الدين لم يحل، يعني لا يجب على ذلك أن يسدد الدين. لكن هذا المديون لو علم هذا المديون أن هذا الشخص يريد أمواله لكي يذهب بها إلى الحاج، فهذا المديون برحابة صدر يعطيه ذلك تلك الأموال. ففي هذه الصورة إذا كان حسن الآداء وكان هذا الشخص المديون يعطي هذه الأموال، يجب عليه أن يطالب بالأموال ويأخذ تلك الأموال ويصرفها في الحاج. تقول المسألة وكذا لو لم يحل وقت أدائه، لكن المديون لو علم بأنه يريد الحاج به أعطاه طلبا، وجب مطالبته وصرفه في الحاج. وإن لم يكن المديون حسن الآداء، هذه الصورة الثانية التي قلنا أنه هذا المديون إذا طالبه الدائن ما يعطي الأموال، لم يكن حسن الآداء وكان يستطيع مراجعة من يأخذ له بطلبه، وجب عليه مراجعته وأخذ طلبه وصرفه في الحاج. يعني بمعنى أنه هذا الإنسان إذا حل وقت دينه وطالبه الدائن وهذا المديون لم يكن حسن الأداء، لكن هذا الدائن هذا الشخص يستطيع أن يطالب أحدا، مثلا أحد أصدقائه أو أحد الشخصيات التي تؤثر على هذا المديون يطالبه بهذا الدين. فهنا إذا كان هذا الطريق تعين في استرداد دينه، يجب عليه أن يطالب بدينه ويكون الحج عليه واجبا، يعني توفرت لديه الاستطاعة بهذا المال. المسألة الأخرى
لو كان عنده من المال ما يفي للحج لكنه مديونا للحقوق الشرعية. بعض الناس وللأسف الشديد أنه تكون عليهم ديون شرعية، حقوق شرعية مثل زكاة أو خمس أو كفارات، يعني هذا الشخص يسمى شرعا مديون شرعا للحقوق الشرعية. عنده أموال، هذه الأموال تكفي إما للذهاب إلى الحج أو تكفي لأداء ديونه الشرعية يعني الحقوق الشرعية، فماذا يقدم؟ هل يقدم الحقوق الشرعية أو يذهب بهذه الأموال إلى الحاج؟ تقول المسألة أنه يجب عليه أن يقدم الديون والحقوق الشرعية مثل الزكوات والأخماس والكفارات. فلو كان عنده من المال ما يفي للحج لكنه مديونا للحقوق الشرعية من الخمس والزكاة والكفارات بمقدار لو دفعها إلى أصحابها لم يقدر على الحج، وجب هذا الحكم، وجب عليه أداء ما عليه من الحقوق الشرعية دون الحج. انتهينا من هذه المسائل، مسائل القرض. هنالك عدة مسائل في الاستطاعة. المستطيع إن حج متسكعا أو بمال غيره أجزأه. نعم، لو حج بالمال المغصوب بطل حجه وعصى. هذا الإنسان مستطيع شرعا، يعني متوفر لديه شرائط الاستطاعة من مال وزاد وراحلة وما أشبه، لكن هذا الإنسان بخيل لا يريد أن يدفع أموالا للحملة مثلا، لا يريد أن يصرف أموالا في الحج، فيذهب إلى الحج متسكعا، يعني مثلا لا يذهب مع حملة حتى توفر له السكن في منى والسكن في مكة وتوفر له السكن مثلا مخيم عرفات ومزدلفة، حتى يروح مثلا بأموال بسيطة لا يصرف أموال كثيرة. هذا يسمى الحج التسكعي، يعني إذا حج الإنسان متسكعا يعني بهذه الطريقة، أو حج بمال غيره، يعني هو مستطيع، يستطيع أخذ فلوس موجود عنده لكن يحج بمال غيره. هذا الحج هل يجزي أو يجزي عن حجة الإسلام أم لا؟ تقول المسألة نعم يجزي عن حجة الإسلام ويجزي عن حجة الإسلام، لكنه إذا كان هذا المال مغصوب بطل حجه. وعصى، لأن الغصب يعني السرقة حرام، فالحرام يأخذ الإنسان عليه الإثم. لكن في استثناء هنا، يعني إذا كان الحاج حجا مغصوبا، إذا ذهب بهذه الأموال، يعني غصب وسرق أموال وذهب بها إلى الحج، في صورة من الصور يكون هذا الحج صحيحا. هذه الصورة إذا هيأ هذا الإنسان ثوبي إحرامه وملابسه عند الطواف والسعي وثمن هديه من المال الحلال، يعني أن هذا الإنسان صحيح أن الأموال اللي عنده مغصوبة مسروقة، أخذها عن طريق غير حلال، لكن هذا الإنسان حينما ذهب إلى الحج أخذ أموال عند أموال طاهرة، يعني مخمسة مثلا من حلال مال حلال، وشرى بها ثوبي الإحرام وشرى بها الهادي، دفع قيمة الهدي من المال الحلال، وأيضا الملابس ثوبي الإحرام
حال الطواف وحال السعي، يعني في حال أدائه للمناسك، في هذه الصورة يكون حجه حجا صحيحا، وإن كان آثما في تصرفه في المغصوب، لكن لا يقبل منه هذا الحج. هذا الحج لا يقبل من هذا الإنسان، لا يطاع الله من حيث يعصى، أن هذا الإنسان يسرق أموالا أو تكون أمواله متعلقة بالحقوق الشرعية ثم يذهب إلى الحج. حجه صحيح إذا دفع ثمن هديه ودفع ثمن ملابسه حال طوافه وحال سعيه، يكون حجه صحيحا، لكن لا يقبل، الله سبحانه وتعالى لا يقبل هذا الحج. وفقنا الله وإياكم لحج بيته الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لبيك اللهم فرحا كلي في معناك أحرام، آت من شق بعيدين فتلطف بي وتكرم. لبيك اللهم إني عاص فاغفر ما تقدم، في خدي قد حج دمعي وبرجواك قد تكلم.